ياريتك عمري يا رمضان، ياريت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي ندمان، وشهر الوحد وما يكفي. ياريتك عمري يا رمضان ياريت. طيب يا رجال، الحمد لله احنا بعد البريك بقى قلنا ان احنا عاوزين نظبط نقط رئيسيه في تكمله للكلام اللي كنا بنتكلمه قبل البريك، اللي هي نقطه ايه؟ ايه الفرق ما بين الحلم والهدف؟ ايه موضوع الرؤيه والرساله؟ وعارف لما انت تخش مثلا مستشفى ولا تخش شركه يقول لك اور فيجن از كذا، اور ميجن از كذا، خلاص؟ وليه تبقى دايما كل المؤسسات والشركات العالميه هي اللي عندها الكلام ده؟ وليه اهل الدين ما يكونش عندهم الكلام ده يا جماعه؟ ليه ممكن يبقى بعض الناس اللي مثلا يبقوا قاعدين سامعين كلامنا دلوقتي يبقوا حاسين اه يا عم كلام التنميه البشريه والكلام اللي ملوش لازمه والكلام اللي مش عارف ايه؟ ابدا، الكلام ده يا جماعه مش، سيبك من الكلام نفسه، المهم التطبيق. اي مشروع عالمي في الدنيا او اي مؤسسه عالميه في الدنيا لازم يكون ليها فيجن وميجن واضحه جدا. يعني ايه فيجن؟ الرؤيه. يعني ايه ميجن؟ يعني الرساله. الفرق باختصار يا رجاله ما بين موضوع الفيجن والميجن، الرؤيه والرساله، ده الرؤيه هي نهايه الطريق. انت عارف يعني نهايه الطريق لما انت تبقى في طريق معين كده وشايف نهايه الطريق ده ايه. طيب امال ايه بقى الميجن؟ الميجن هي ايه الوسيله والخطوات اللي انت هتاخدها عشان توصل لهذا الطريق. فهمتوا القصه؟ يبقى رجاله باختصار الرؤيه هي عباره عن ايه؟ نهايه الطريق، خلاص، اكبر حلم انت عايشه في حياتك، خلاص. والرساله هي ايه بقى؟ الخطوات والطريق اللي انت ماشي عشان اوصل لنهايه الطريق، خلاص. فده بالنسبه للرؤيه والرساله. وانت فهمت ان الرساله لازم تكون بتوصل للرؤيه، الرساله لازم تكون بتوصل للرؤيه. طيب ده الفرق ما بين الرؤيه والرساله. طيب الناس بقى بتتلخبط، ايه الفرق ما بين الحلم والهدف؟ ايه الفرق بين الحلم والهدف؟ ايه رايك يا مصطفى؟ الحلم اللي انا في حاجه عايز اوصلها، تمام. اما الهدف اللي هي الحاجات خطوه برضك ابدا اخدها لغايه ما اوصل لهذا. ان الفرق ما بين الحلم والهدف عامل زي الفرق ما بين الرؤيه والرساله. ها مين فيهم اللي زي التاني بقى يا عمرو؟ الهدف زي الرساله، تمام، والحلم زي الرؤيه، تمام يا ريس. فالفكره ان انا عندي الرؤية قلنا هي نهاية الطريق، كذلك الحلم هي أكبر حاجة أنت بتحلم بيها في حياتك. فالرؤية والحلم قريبين جدا من بعض، خلاص. والهدف الرسالة هي عنوان مجموعة الأهداف اللي أنت ماشي فيها عشان توصل إيه؟ للحلم الرئيسي. يعني الرسالة هي عنوان هذه الأهداف. الرسالة ما هياش هدف بس، لا، الهدف ده والهدف ده والهدف ده انت بتعملهم بغرض ايه؟ بنية انك عاوز توصل لايه؟ فبتلاقي الرسالة هي عنوان الاهداف اللي انت ماشي فيها عشان اوصل لحلمي الكبير. فهمتوا القصة؟ طيب تعالوا بقى يا جماعة بعد ما اصلنا النقط دي نفهم بقى في مشروعنا وفكرتنا وفريقنا في احلى شباب ايه رؤيتنا وايه رسالتنا، وتفهم الفرق بقى بين الحلم والهدف والرؤية والرسالة بالتطبيق وبالمثال يتضح المقال، تمام. صلوا على النبي. احنا بالنسبه يا جماعه ليه رؤيتنا في احلى شباب، ايه رؤيتنا بقى يا جماعه في احلى شباب؟ رؤيتنا ان نبني جيلا من احلى شباب متدين على خلق، متفوق دراسيا ومهنيا، ومجتهد في العمل الخيري والتطوعي، ونحقق التنميه بالايمان. تاني يا جماعه، لان دي من اهم الحاجات اللي احنا سواء قعدتنا دي او شغلنا وكل البرامج والحاجات اللي بنعملها لتحقيق هذه الرؤيه. ده الحلم الكبير اللي انت تعبان عمرك عشان تحققه، ان نبني جيلا، انك تبقى مشروع بنائي بتبني جيل. عشان تبني جيل ده مش امر سهل، لازم يكون عندك رؤيه بنائيه، انك مش هدفك في افراد بيتطوعوا معاك في الفريق انك تشغلهم في مشاريع وخلاص، لا، هدفك انك تبني جيل وان الاشخاص دي تتبنى. بنلاقي المؤسسات يا رجاله مش بمجرد ان احنا جبنا كام مبنى وبنينا مباني ومؤسسه وواجهات ازاز وخلاص، ولكن المؤسسات القويه اللي عاوزه تبقى بجد هي المؤسسات اللي بتهتم ببناء افرادها، ان يكون الافراد نفسهم بيتبنوا، ان يكون كل فرد كيان مؤسسي في حد ذاته. هو ده اللي احنا بنسعى عليه،
فاهم قصدي؟ ان ابني جيلا من احلى شباب متدين على خلق، مش منظر وخلاص، مش مجرد ان دقن او نقاب وخلاص، واخلاقه مش كويسة، شغله ما هوش كويس، لا، يكون متدين على خلق ومتفوق دراسيا ومهنيا. طب ايه اللي جاب الموضوع ده؟ من دينك انك تكون متفوق، ولازم تعرف انك لما بتجيب مقبول او بتسقط او بتعدي السنة بالعافية او تشتال مواد او الكلام ده، لازم تفهم ان ده تقصير في دينك. طب ليه هو تفوق دين؟ التفوق دين. افتكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم نقط على كل مسلم ومسلمة. قال ايه طلب العلم؟ ايه فريضة يا جماعة، زي الصوم والصلاة وزي الفرائض اللي علينا بالظبط. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فلازم تبقى عارف لما انت تبقى مقصر في طلبك للعلم سواء الدنيوي او الديني واللي يورث خشية الله في القلب وتفوقك الدراسي، فانت كده مقصر في فريضة من الفرائض، تبقى انت كده مقصر في دينك. فهمت القصة دي؟ بس فعشان انك تكون متفوق دراسيا و مهنيا ومجتهد في العمل الخيري والتطوعي، وكل ده ليه؟ عشان نحقق التنمية بالإيمان. احنا عندنا التنمية ما هياش الغاية، ولكن الأصل في ايه بقى؟ يعني في ناس عشان ايه التنمية يعمل حاجات كتير ويقع في مخالفات كتير عشان حق التنمية دي، لا، احنا عندنا دي نتيجة بتحصل من الغاية. الغاية عندها الإيمان. يعني ايه باختصار؟ نفتكر آية معينة رب سبحانه وتعالى بيقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى الأول إن هم عملوا إيه؟ إن هم آمنوا، ولما آمنوا ربنا أكرمهم بإيه؟ بإن ربنا فتح عليهم بركات من السماء والأرض. هو ده اللي إحنا عاوزينه يا عمر، إن إحنا زي الأول نحاول إن إحنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى ونتقي، فلما نتقي ربنا هيرزقنا التنمية بقى. فهو ده المقصود بكلمة وتحقيق التنمية بالإيمان. إحنا مش واخدين الإيمان هو الوسيلة والتنمية الغاية، لا العكس، إحنا عندنا الغاية هي الإيمان. ولما هنحقق غايتنا من تحقيق هذا الإيمان هيبقى من كرم ربنا لينا إنه هيمن علينا بالتنمية. فهمتوا القصة دي؟ طالما إحنا ماشيين على الطريق وبناخد بالأسباب. فده يا جماعة الحلم، الرؤية اللي أنت فعلا تستحق إنك تعيش عمرك عليها ويفنى عمرك عشانها. خلاص؟ طيب إيه رسالتنا بقى؟ حد فاكر يا رجاله بقى من الناس المديرين والقاده اللي معانا ايه رسالتنا احلى شباب؟ ان نصلح ديننا ودنيانا ودين ودنيا غيرنا. صح، تمام. ان احنا رسالتنا في احلى شباب يا جماعه ان نصلح ديننا ودنيانا ودين ودنيا غيرنا. فزي ما بقول ان انا مش عاوز ان الكلام يا جماعه للناس ايه ممكن يبقى قاعدين سامعين ايه الكلام تنميه ومش عارف ايه واحنا مالناش يا عم في الكلام ده، اما احنا عايزين كلمتين في الدين ونقلب وخلاص. ابدا، والله ده دين يا جماعه، والله اللي احنا بنتكلم فيه ده دين. ليه يتبقى الكلام اللي احنا بيتقال ده بس انه مجرد للشركات والتريننج كورسز والناس اللي في اللابات والمؤسسات الكبيره والناس اللي بتحاول تسمع دين ربنا وعلى او على القنوات وغيره ما يسمعوش الكلام ده عشان ينجحوا دنيا واخره. احنا ديننا يا جماعه ما هوش دين كهنوت، ديننا مش مجرد ان انا اجي اكلمك في الصوم والصلاه والعبادات يا اما ابقى انا كده وحش وبتكلم غلط. ابدا، من دينك انك تبقى عارف الكلام ده وتصلح بيه دينك ودنياك. احنا في رسالتنا يا جماعه اول كلمه فيها ان نصلح ايه؟ ديننا. انا عاوزك تعرف انك لما تصلح تفوقك الدراسي والمهني وتحدد اهدافك ويبقى ليك قيمه في الحياه، ده من دينك. عارف ليه؟ لما انا اقول انا عايش في حياتي من غير حلم معين، خلاص، طب ما انا كده ربنا هيسالني عن هذا العمر. خلاص، ربنا يسالني عن الخمس اشياء اللي احنا عارفينها، وعن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وهكذا. فانت هتسال عن هذا الامر، افنيت عمرك في ايه؟ فانا لما يكون عندي رؤيه كبيره وحلم كبير يستحق هذا الامر، يستحق ان عمري يفنى من اجل هذا الامر. فهمت القصه دي؟ طيب، فبنقول ان نصلح ديننا ودنيانا ودين ودنيا غيرنا. طب الرساله دي يا جماعه ما بتفكركوش بدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم كده؟ فكركش بدعاء كده يا مصطفى؟ حاولوا افتكروا كده. ايوه، قول كده. اللهم اصلح لي ديني. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري. ها، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي فيها معادي. هو ده يا جماعه توازن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيسال ازاي نجمع بين الدين والدنيا، هو ينفع نجمع بين الدين والدنيا؟ والله ده حال النبي، وهي دي دعوه النبي، وهو ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه لنا يا جماعه. شوف دعاء النبي المتزن وهو بيقول ايه؟ اللهم اصلح لي. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا عليه وسلم. والله يا جماعه قبل كل علوم التنميه البشريه والاداريه والكلام ده كله، المعلم الاول للبشريه هو النبي
صلى الله عليه وسلم. الدعاء ده في حد ذاته درس عملي ودنيوي وديني في الجمع ما بين الدين والدنيا بالنية نفسها وبالشغل. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. النبي ما دعاش بإصلاح الدين بس، لا، طب ودنيتي لازم أكون ناجح في دنيتي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معاشي. وشوف حتى في القرآن ربنا سبحانه وتعالى هو بيقول يا جماعة ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مش كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول ربنا أتنا في الآخرة حسنة وخلاص والدنيا دي وحشة احنا نسيبها بقى للكفار والناس الوحشة والكلام ده؟ أبدا يا جماعة. فبنقول إن هو ده التوازن اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه في القرآن، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. كان ممكن ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنات، لا، ربنا بيعلمك التوازن. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فإحنا عنوان أهدافنا رسالتنا إيه يا جماعة في أحلى شباب؟ أن نصلح ديننا ودنيانا ودين ودنيا غيرنا بالعمل الخيري والتطوعي والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويبقى هو ده من الأعمال الصالحة اللي أنت بتقدمها عشان تصلح إيه آخرتك، هو ده اللي هيتبقى ليك، عشان ما تبقاش أنت عايش حياتك لنفسك بس. خلاص، ما استحق ان يولد من عاش نفسه فقط. ما احنا مش رسالتنا ان نصلح ديننا ودنيانا ويطلع على كده يا عم ملناش دعوه باقي الناس، ابدا. لازم تعيش زي ما انت بتصلح دينك وحياتك تصلح دين غيرك وتساعد غيرك، ما تبقاش على قدك بس. فهمتوا القصه؟ فده يا جماعه بالمثال يتضح المقال زي ما قلنا اهو. فدي كانت رؤيه ورساله احلى شباب. عشان نختم قعدتنا بشيء مهم نحاول ان احنا نستفاد منه، نقطه انك الكلام ده مش للدنيا بس، الكلام ده للاخره. عاوزين يا جماعة ان احنا نتفق على حلم كبير واحد قوي في الاخرة، وبعد كده ان شاء الله كل واحد في الدنيا يحلم براحته الحلم اللي هو عاوزه. ايه الحلم احنا عاوزين نحلمه يا جماعة في الاخرة؟ اتفضل. نلقى النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض. تمام، ما شاء الله، شايف الحلم الجميل. ماشي، كل واحد يا جماعة يقول ايه حلمك في الاخرة؟ الفردوس الاعلى. الفردوس الاعلى، ما شاء الله. ايه حلم؟ رؤية وجه الله، ما شاء الله، كلام جميل. بإذن الله مع الصديقين والشهداء. ما شاء الله والحمد لله بالله. فشوف الكلام الجميل اللي عاوز أقوله يا جماعة، إن ناس كتير لما تقول له أنت حلمك إيه في الآخرة يقول لك يا عم إيه، أخش الجنة. خلاص، الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو أول واحد قال إن هي ما هيش كده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسأل الله إيه؟ الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وسط الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لك الهدف وخلاه سمارت واضح وسبيسيفيك ومحدد وبيوصفها لك وصف ثلاثي الابعاد عشان تتخيلها ويبقى حلمك واضح قدامك كويس قوي. فاهم اللي احنا عاوزين نحدده يا عمرو في حلمنا يا رجاله كلنا في الاخره؟ مش بس الجنه، ومش بس الفردوس الاعلى، ومش بس مرافقه النبي. ده بقى اللي هو من اهم الحاجات اللي تكتبوها بقى يا جماعه، نقطه ايه؟ مرافقه النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى ودخولها من غير حساب ولا سابقة عزاء. ودي النقطة اللي احنا عاوزين نتكلم فيها بقى باختصار، اللي هي نقطة ايه بقى؟ ازاي احقق حلمي في دقائق قليلة جدا يا جماعة. انا احقق حلمي ازاي؟ قلنا يا جماعة ببساطة شديدة جدا، ورقة كده، لو انت هتجيب ورقة ببساطة وتكتب حلم عمرك في الدنيا خلاص او الاخرة فوق بالمنظر ده كده، ماشي؟ طيب، وبعدين انزل بقى على ارض الواقع. احنا قلنا اكتر حاجه خلت الناس اصلا، ناس كتير ما عادتش بتثق في بعض كلام بعض الناس في التنميه البشريه، نقطه ايه؟ كلام في الهواء، وانت جامد، انت حلو، انت بتطير، انت بتعمل مش عارف ايه، فكلام مش واقعي. لا، عاوزين ننزل على ارض الواقع، عاوزين ننزل على ارض الواقع. شوف اجمالي قدراتك الحاليه اهو، واعملها في مستطيل كده. خلاص، شوف ايه هي قدراتك، ايه اجمالي القدرات اللي انت تقدر تعملها. خلاص، طيب، ايه كل الحاجات اللي انت بتعرف تعملها؟ خلاص، ما تعرفش بعد كده مستقبلك هيبقى في ايه، اكتبها. خلاص، يعني انت مثلا، انا والله من قدراتي على الرغم ان انا شارع وقانون، انما من قدراتي ان انا ايه ليا في الحاسب الالي كويس وبعمل كذا وكذا وكذا، ممكن يبقى ده كارير عمرك بعد ما تخلص شهادتك بعد كده. فاكتب ايه اجمالي قدراتك. طيب، شوف من بعد اجمالي قدراتك ايه هي اقوى خمس قدرات عندك مثلا، صفيهم، يعني اكتب في اجمالي القدرات بتاعتك ده 20 واحده مثلا مهما كانت بسيطه. بعد كده اعمل ايه؟ شوف من اقوى خمس قدرات، شوف ايه هي اقوى قدره عندك. بيقول لك تاخد اقوى قدره عندك دي واحولها لمهاره عن طريق حاجتين مهمين جدا جدا. اول حاجه يا جماعه هي الاستعانه بخبير. اول حاجه ايه يا رجاله؟ الاستعانه بخبير. زي ما قلنا اللي ملوش كبير اشتري له كبير. رقم اتنين ايه بقى؟ التعليم والتدريب المستمر.
عشان يكون الواحد ماهر في حاجه معينه محتاج ايه؟ يكون عنده تعليم وتدريب وتعليم مستمر، يتعلم ويتدرب ويمارس، يتعلم ويتدرب ويمارس. بعد كده ازاي اوصل بقى بمهارتي لحلم عمري بقى يا جماعه؟ عن طريق التخطيط. التخطيط الاستراتيجي، اكون حاطط خطه استراتيجيه قويه. ببساطه يا عم، حط اهداف قصيره المدى نرمز لها بألف مثلا، اهداف متوسطه المدى نرمز لها ب مثلا، واهداف بعيده المدى. اللي نفسي فيها يا رجاله ان احنا نبقى بعد القعدتين دول نبقى فعلا كل واحد حط رجله على بدايه الطريق. اللي هو السؤال اللي كنا بنساله في بدايه القعده اللي هو ايه؟ انت عاوز ايه؟ لازم تفكر انت عاوز ايه؟ اللي ممكن تكون مرتبطه جدا بانت فعلا بتحب ايه؟ بتلاقي نفسك في ايه؟ بتقدر تعمل ايه؟ شايف انك تقدر تبدع وتفيد في ايه؟ حتى لو كانت دراستك ايه؟ كملها وخد شهادتك للاخر، ما تسيبهاش، وبعد كده بعد ما تخلص هتشوف هتتقدم فيها ولا هتقدر تجمع بين الاثنين وهكذا. فهمت القصه؟ فهي دي القصه يا رجاله، ورب يكون كل واحد شباب عارف هو عاوز ايه. يلا رب تكونوا استفدتوا يا رجاله. سلام. يا ريتك عمري يا رمضان، يا ريت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي ندمان، وشهر لوحده ما يكفي. يا ريتك عمري يا رمضان، يا ريت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي ندمان، وشهر لوحده ما يكفي.